السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي سناء بيوتي. كنتمنى تكونوا بألف خير وتكونوا في احسن الاحوال فوق ما شفتوا هاد لا فيديو هادي. الفيديو ديال اليوم او الوصفه ديال اليوم غادي تكون نزولا عند طلبكم. سبق لكم طلبتوا ليا شي وصفه لتقويه الشعر والحد من التساقط ديالو. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اللي هي فعاله جدا للحد من تساقط الشعر لتقويته، وكذلك كتنبت الشعر، كتنوض الخلفه، وكتساهم بشكل كبير تطويل الشعر. بالنسبه للمكون الرئيسي ولا الاساسي ديال هذه الوصفه هذه هو اوراق السدر. سبق ليا درت لكم ريفيو على اوراق السدر وهضرت لكم على الفوائد الكثيره ديالو، وحضرت معكم كذلك واحد المنقوع ديالو. غادي نخلي لكم اللين ديال الفيديو تحت في صندوق الوصف. اوراق السدر كيكونوا بهذا الشكل هذا، بحال الشكل ديال اوراق ديال الحنه. غادي نشدوهم وغادي نطحنوهم حتى نحصلوا على واحد المسحوق بهذا الشكل. اذا غادي نحتاجوا المسحوق ديال اوراق السدر، غادي نحتاجوا كذلك الزاز. هذه عشبه موجوده في المغرب، انا ما عرفتش شنو الاسم ديالها في باقي الدول العربيه، ولكن في المغرب كنقولوا له الزاز. غادي نطحنو حتى هوايا. والمكون الثالث اللي غريب اللي ما غاديش يخطر لكم على البال، واللي هو الشعر ديال الكبال او حرير الذره. غادي نشدو غادي نوضعو في الماء وغادي نغليه لمدة ديال 7 دقائق. هذاك الماء ديالو هو اللي غادي نخلط به المسحوق ديال اوراق السدر والزاز. بالنسبة للكمية غادي تكون متساوية، يعني لو وضعنا 2 المعالق ديال اوراق السدر غنوضعو معها 2 المعالق ديال الزاز، وغادي نخلطوهم بهذاك الماء ديال حرير الذرة. بالنسبة للزاز هنا يا البنات اختياري، يعني ماشي ضروري، الا ما كانش عندكم قدروا تكتفيوا فقط بالمسحوق ديال اوراق السدر والماء ديال حرير الذرة. اذا انا غادي نمشي نخلط هاد العناصر هذه ونرجع لكم من بعد باش نكمل معكم الوصفه. اذا البنات هذا هو الشكل النهائي ديال الخلطه. من بعد ما مزجت كاع العناصر كتجي بهذا الشكل هذا، كتجي هي بحال الحنه بهذا القوام هذا. غادي نوضعوها على الشعر من الجذور للاطراف ونخليوها المده الكافيه اللي غادي تيبس لينا فيها وغادي تنشف عاد باش نغسلوه. واحد القضيه البنات ما قلتش لكم هو انه هذه الوصفه هذه كتنشف الشعر، هي كتليق اكثر يا البنات للشعر ديالهم دهني، ولكن كيبان لي انه الا ساعدنا اننا نحدوا من تساقط الشعر وان الشعر ديالنا يطوال وطلبنا خلفه فما فيها باس نقدروا من بعد عاد باش نديروا وصفات لترطب لنا الشعر. وانا ديجا حطيت لكم وصفات لترطيب الشعر وغادي نحط لكم وصفات اخرى ان شاء الله. كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكون عجبتكم، كنتمنى نكون رضيت التساؤل ديالكم. الا كنت اول مره كتشوفوا القناه ديالي ما تنساوش انكم تابوناو وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد. كذلك ما تنساوش انكم تلايكيو الفيديو اللي عجبتكم. كي كنقول لكم دائما تهلاو في ريوسكم. السلام عليكم.